ازيك يا استاذ مازن؟ استعجلت ليه على ال يعني على ال على ان هو ان انت تقدم استقالتك رغم ان ممكن الموافقه تيجي بكره والقرعه تبقى يوم الخميس؟ انت في ناس بتشوفها استعجال وفي ناس انا بشوفها مبدأ. انت ليك احترام عند الانديه، انت بتاخد قرارات في لجنه المسابقات، الانديه بتحترم قراراتك وبتقول لهم مفيش تاجيلات وتعمل الكلام ده كله، وفجاه ان انت الساعه 1 بالليل انت بتاجل قرعه، يعني انت بتحط نظام وانت مش عارف تطبقه على نفسك. فطبعا وبدون اي سبب جوهري يقول ناجل القرعه. عارف لو في سبب، حاجه طارئه، حاجه ازمه، في قصه، مفيش اي حاجه تخليك تاجل القرعه. هو قال لك مثلا يوم الاربعاء الكابتن طاهر هيقعد مع الوزير فياخد الموافقه. ايه العلاقه؟ ما هو لو هم لو يعني معلش سوري يعني الناس اللي بتاخد القرارات لو هي فاهمه الابعاد وفاهمه القصص او بتسال الناس عشان الناس تديها المعلومات مظبوط ما كانش نوصل لكده. القرعه ليس احنا عملنا الاسبوع قرعه المجموعات الاسبوع اللي فات، هل فرقت في حاجه؟ هل حد اعترض؟ ما احنا عملنا قرعه مجموعات، القرعه دي كانت لتحديد مين هيلعب مع بعض في الاسبوع الاول والثاني والثالث، وانا اعلنت مليون مره ان انا ما فيش ميعاد للدوري هحدده الا لما تجيلي كل الموافقات الامنيه كتابه على الملاعب وعلى التوقيت وعلى كل حاجه، هنعلن بدايه الدوري كله. ما قلتش انا ان في دوري ولا حاجه دلوقتي، انا قلت بعمل دي علشان لما الدوري يعلن لما يجي الموافقات ابقى جاهز. ما نجيش بقى ساعتها يجي يوافقولك يقول لك ايه طب بسرعه اعملوا قرعه يا جماعه وتشوف الفرقه دي مسافر تلعب فين وده هيسافر عنده ماتش ايه، فدي عشان الناس كلها تبقى عارفه راسها من رجليها وانا ابقى مخلص حاجتي. تاني حاجه انا باخد الجدول ده وبفرغه في الجدول بتاعي، انا عندي انا مش عارف بدايه الدوري. انا بقعد اعمل احتمالات كتيره، ممكن الدوري يبدا 26، ممكن 3، ممكن 5، ممكن 10، فبعمل احتمالات كتير. الفرق لما بتلعب بعض وتتضح الصوره بتفرق كتير جدا، لان بعد شويه هيبقى في افريقيا ابتداء من فبراير، السي ال والسي سي وفي مارس، فكل ده بتبقى انت عاوز تعرف مين بيلعب مين عشان ممكن تيجي تصطدم في حاجات ساعه افريقيا، فمحتاج انك تعدل حاجات وتقدم حاجات وتاجل حاجات. فكل الكلام ده ملوش اي علاقه بالملاعب ولا بالمواعيد. فكون ان احنا نيجي الساعه 1 وتقول قرار تاجيل قرعه والناس كلها جايه، الانديه كلها، وفي انديه تكون جت من الجونه ولا جت من المنيا، جت تبات في مصر، في ناس قايمه الصبح بدري ممكن ما تكونش عرفت، والاعلام والراي والناس كلها اللي منتظره، كان هيحصل ايه لو القرعه اتعملت زي ما اتعملت الاسبوع اللي فات؟ وجهه نظر، عندك حق، وجهه نظر. طب هسالك سؤال، يعني استاذ مازن، هل فعلا تقدمت انت عن طريق الشركه السويسريه بمباراه وديه لمنتخب مصر مع البوسنه والهرسك في سويسرا؟ ولا اول حاجه، بس عشان الكلام ده كلام كوميدي، بس عشان عاوز اقول لك حاجه. الناس تقول لك مازن وشركه ومش شركه، اول حاجه انا حر اعمل اي حاجه شركه، لا ده منتخب ملوش علاقه. لكن انا الناس فاهمه غلط. انا عندي علاقات كتيره جدا انترناشونالي من تاريخي وعلاقاتي، ان انا اعرف شركات كبيره جدا في مجال المباريات والتسويق، وده بحكم شغلي. تمام. هي شركه سويسريه بالذات، يعني ثواني اتفضل. انا مش وكيل لهذه الشركه ولا ليا، انا عندي علاقات. انا كان عندي شركه قديمه كنت بشتري تي في رايتس، والشركه دي من 1/1/2013 موقوفه ومفيش شغل ليها نهائي. تمام. يعني من اول ما دخلت اتحاد الكره في 1/1/2013 توقفت نشاط هذه الشركه تماما، عشان انا كنت دخلت لجنه المسابقات لغايه ما سبت لجنه المسابقات. فانا لما يجي حد يلجا لي عشان انا عندي علاقات، زي ما ممكن يلجا لاي حد، يعني مهندس هاني ابو ريده علاقاته الدوليه زي ما هو عاوز، يقدر يقولوا له احنا محتاجين ماتش، فوالنبي شوف لنا ماتش يجي لنا. فالماتش ده بيجي للاتحاد رسمي من شركه معتمده من الفيفا، ماليش اي علاقه بيها كبزنس، لكن انا بعملها عشان انا عندي علاقات، عشان ساعات المنتخب بيبقوا مش عارفين يجيبوا ماتشات. لكن الناس دي بس فاهمه الموضوع ده غلط وبتقعد. طب هل فعلا مارك اللي هو صاحب الشركه السويسريه عارض من خلالك مباراه للبوسنه والهرسك؟ لا، ما فيش حاجه من خلالي انا. ما اعرفش الشركه عرضت مباريات، كان في مباراه جايه للبوسنه، وفي كنت سامع ان في كوستاريكا جايه من اتحاد الكوره برضو، جاي لهم كوستاريكا دي في يناير. في يناير يا باشمهندس؟ لا، في مارس. انا سامع ان البوسنه في يناير. لا، كل الماتشات دي بس عشان برضو الناس مش فاهمه، اللي فيفا دي، يعني الماتشات دي فيفا ديت. ما ينفعش يلعب في يناير، لان مفيش في يناير فيفا ديت اي فرقه في العالم. لو فرقه هتجيلك في يناير هتجيلك من غير لعيبه محترفين، هتجيلك فريق محلي كده اي كلام. تمام. لكن الفيفا ديت اللي هو 5 مارس كل الناس بتلعب فيه،
فانت في شركات كتيره جدا فيفا ايجنت، سواء بقى يجي مارك يجي علي يجي حسنين، ده بيجي فيفا ايجنت بيبعت الاتحاد، الاتحاد عاجبه الشروط بياخد الماتش، مش عاجبه الشروط بياخد ما ياخدش الماتش. تمام، بس الاتحاد بيتعامل مع شركات بعينها يا باشمهندس يعني والله لو جالهم، بص لو جالهم احسن يقولوا يعني قصدي ايه، ما اتعاملوا مع شركات قبل كده واتضحك عليهم واتعرض عليهم يجي لهم البرازيل وما جالهمش برازيل ولا حاجه وطلع الكلام نصب. تمام، وفي ناس عملت لهم مباراه في غانا وكوت ديفوار وما اخدوش فلوس واتضحك عليهم. يعني قصدي ايه، الشركات المعتمده من الفيفا قليله، ولكن هم في الاخر بيجي لهم فلوس. يا ريت بس حد من الناس اللي بتقعد تلسل وتقول كلام وهم مش فاهمين، ودي ناس كتير الحقيقه للاسف، يقولوا لو في شركه مارك ولا في شركه كذا كذا عملت ايه للاتحاد ودخلت له فلوس ايه، وهل في حد يعني هم بيقولوا على مارك والكلام ده كله، اقول لك ده من اكبر الشركات او راجل محترم هو اللي عمل لهم ماتش اورجواي واخدين فيه 100,000 دولار. ماتش ايه؟ ماتش جورجيا واخدين 100,000 دولار. مين دفع للاتحاد المصري 100,000 دولار في مباراه؟ عمل لهم ماتشات المنتخب الاولمبي كلها بتاعت هاني رمزي وكان شايلها كلها، واسالوا الكابتن هاني رمزي عندك، اسالوا الناس دي بروفيشنال. فالناس بس بتقعد تلسن يعني على حاجات كتيره للاسف الوسط من الفراغ اللي احنا فيه، وان مفيش دوري. استاذ مازن اتفق معاك، بس برضو اما يكون ناس شغاله في الاتحادات وفي نفس الوقت عندها شركات او بتتعامل مع، لازم يحصل ده يعني، لازم فكره هيبتدي يقول تضارب اللي مصالح اللي عنده. ما بص انا عاوز اقول لك حاجه، هو مش في وزراء يعني الاستاذ منير فخري عبد النور مش وزير تجاره وصناعه ورجل اعمال؟ رشيد مش كان وزير وكان رجل يعني في كتير قوي، لكن الناس الثقه والاسم لما الناس تخش بيبطلوا اعمالهم او بيبعدوا عن اعمالهم. انا من اتحدى ان حد يقول لي انا من 1/1/2013 وشركتي ليس عليها علاقه بتنظيم مباريات ولا الكلام ده خالص، ده كلام بس ايه تجاري بيتقال، كلام اهبل الحقيقه يعني، وانا اواجه اي حد ما ده كلام عبيط. انا بقول لك كان عندي فعلا شركه بشتري حقوق تلفزيون قبل ما اخش الكلام ده، من 1/1/2013 ولا اشتريت حاجه، واصلا ما فيش قنوات فضائيه اصلا لا بتشتري ولا في ماتشات بتتذاع ولا في اي حاجه خالص اصلا يعني. تمام، فالكلام ده كله الكلام بس ايه عشان نخرج بيه عن الموضوع، لكن الموضوع استقاله من لجنه المسابقات، ده الموضوع الاساسي. تمام، شكرا المهندس طبعا مازن مرزوق اللي استقال، ويقال ان لجنه الانديه وافقت على استقالته. نروح لخبر غريب قوي، احد الجرائد